هسأل سؤال، مين بيحدد مين؟ اللود بيحدد الحمل ولا الحمل بيحدد اللود؟ الحمل اللود واحد. صح، انا اللي مش مركز على ان انت تمام استاذ. طب مين اللي بيحدد السورس بيحدد اللود ولا اللود بيحدد السورس؟ اللود. يعني انا بحسب مين وبناء عليه بحدد مين. هحسب هجيب محول 1 ميجا فولت امبير واقعد ارص انا لوحات وكابلات واحمال واقول يلا زي ما تيجي. الراجل ركب 50 كيلو شغال، 200 كيلو شغال، 1000 كيلو شغال، ولا بعمل العكس؟ بعمل سيرفي الاول واحسب الاحمال، وبناء على الاحمال احسب اللوحه الفرعيه، واللوحه الفرعيه احسب اللوحه الرئيسيه، واللوحه الرئيسيه اروح حاسب المحول. يبقى الاحمال هي اللي بتحدد كل الناس اللي فوقيها، طبيعه الحمل هي اللي بتحدد. يبقى اكتبها المعلومه دي، الاحمال هي اللي بتحدد المصادر. بتحددها كايه؟ كباور. عايز اشتغل كباور. احنا قلنا ببساطة كده البار بتنقسم إلى حاجتين، فولت وتيار. فولت فرق جهد وشدة التيار. لو أنا بصيت على الليبل اللي مكتوب في ظهر اللوح الشمسي ده هلاقي فيه شوية بارامترز بتصف أهم خصائص في اللوح. طب لو عايز أعرف كل الخصائص، أنا كمهندس شغلانتي بشتغل من مخططات ومن جداول ومن حاجه بنسميها ايه؟ داتا شيت. مهم جدا تعرف الكلمه دي، الداتا شيت الخاصه باي حاجه. هقول لك ترانزستور، قول لي ايه هي الداتا شيت بتاعها؟ دايل ايه هي الداتا شيت بتاعها؟ بطاريه ايه هي الداتا شيت؟ كلمه داتا شيت معناها ايه؟ البيانات التفصيليه اللي بتحكي لي حاله الكومبوننت اللي انا بشتغل عليها. انت بتجيب مانوال كده مع الموبايل لما تيجي تشتريه، صح؟ او ده اسمه الداتا شيت. الداتا شيت دي فيها المفروض كل الخصائص اللي بتتكلم على اللوح الكهربي. واحنا قلنا في الاخير اللوح ده يعتبر بالنسبه لنا ايه دلوقتي في محطتك؟ الناس بتشتغل باور. فانت المحطه عباره عن جنريتور او مرحله الجنريشن، وبعد كده في الكهرباء العاديه عندنا مرحله الجنريشن، وبعد كده الترانسفورميشن اللي هي النقل، وبعد كده مرحله الديستريبيوشن. احنا غالبا كلنا شغالين في الديستريبيوشن مش في شبكه الكهرباء. في الديستريبيوشن انا بهتم بمين؟ بالباور اللي هي الاكتف باور او الترو باور اللي احنا قلنا عليها. الباور عباره عن ايه؟ ليها ثلاث معادلات، صح؟ دي بتساوي اي في في. دي في حاله ايه؟ حاله دي سي. احنا اللوح ده ايه؟ دي سي بس. يبقى احنا دلوقتي عايزين نعرف خصائص اللوح. اي جنريتور مش حد بيولد لك، عايز تعرف بيولد كام كهرباء؟ يبقى اول بارامتر تسال عليه اللوح ده بيولد كهرباء كام؟ ايه نوع الكهرباء؟ فولت امبير ولا وات ولا مش عارف بالوات؟ اللي هي اكتف باور. اكتف باور. لكن نفس الفرق في الحاله دي هتلاقي الوات. برافو عليك. قبل ما يتكلم هل الوات هنا هو الاس؟ ما في ما في اي طبعا. اي لانه ما في عندنا ما عندنا كيو. ما عندنا كيو، صح؟ برافو عليك. هنا في الحاله دي بتاعتي كيو تساوي زيرو. فبالتالي الباور بتساوي مين؟ الاكتف باور بتساوي الابيرنت باور. خلاص الحمد لله فهمنا الموضوع. طب هو كاتب ماكسيمم باور. يعني ايه؟ يعني هو انا ما اقدرش احصل على القيمه دي على طول من يعني اركب اللوحه اطلع 170. لا. دي معناها ايه لما يقول لي ماكسيمم؟ اقصى قدره يمكن توليدها. يا ريت تكتب الكوبليه ده، الباور اللي مكتوب على اللوحه دي اقصى قدره يمكن توليدها بهذا اللون. يعني انت لما بتجيب موتور مش بيقول لك الموتور بتاع السياره مثلا تلاقي على العداد اخره 240 مثلا، يبقى اقصى سرعه بيمشي بيها الموتور ده 240، بس انت بتمشي عشان السواقه والكلام ده تمشي 120 مثلا. اقصى قدره تبقى نفس اللفظ كده، اقصى قدره يمكن توليدها بواسطه هذا اللوح هي ال 170 واط. واكتب عشان خاطر كده. لا لا اهو انت حبيبي، انا لسه كنت هقول لك اكتب عشان خاطري بين قوسين. هل هو القدره دي؟ لان خلي بالك انا سالت امس سؤال مهم جدا في اول محاضره، اعملها في اول سلايد عندي. انت متوقع الافشنسي بتاعت الالواح كام؟ راح قال واحد قال انا متوقع ان الكفاءه بتاعتها 90%. ده واحد مش معانا في السوق خالص، ما يعرفش حاجه عن الالواح الشمسيه. واحد قال لك 80 70، يا عم كمل اخر 30.
تخيل ان كفاءه الالواح اللي احنا شغالين عليها دي بتبدا من 16 16 17 18 كفاءه. عارف يعني ايه 17؟ يعني انت اللي بتاخدهم دول من الشمس بتستفيد ب 17 والباقي كله ضايع. والناس كلها وانا منهم وانت هتبقى منهم بيعمل ماستر وبيعمل دكتوراه عشان يعمل انهانسمنت على النسبه دي. احدث نسبه اللي كانت عاملاها شركه ال جي اللي انا وريتها لك وصلت تقريبا ل 21.9 اخر حاجه او 22، بيقولوا ان هو ال جي في نيوتن انرجي هتنزل الشهر اللي جاي 22 سبيشالز في 2025 تمام؟ في البايو فيشن في اللي هو المزدوج في الوشين. انا بتكلم على النورمال، هحكي قصه الوحده بيشتغل ناحيتين ولا لا او وايه التكنولوجي اللي مستخدمه في الدايود، مش هستخدم الكونفنشن على طول، هحكي القصه دي. فانا عايزك تكتب الباور اقصى قدره يمكن توليدها بواسطه هذا اللوح حسب الرقم اللي مكتوب. طب ايه الارقام اللي بتبقى موجوده في السوق؟ ممكن تلاقي 170، ممكن تلاقي 150، ممكن تلاقي 200، ممكن تلاقي 300، 320، 350، في لحد 400 وفي 450 كمان. اللي هو القدره اللي انا بولدها باستخدام هذا اللوح. طب القدره اللي بولدها باستخدام هذا اللوح دي كل شويه بتتحسن بناء على ايه؟ الشمس. ان انا لا مش الشمس بتحسن، انا بعمل انهانسمنت في اللوح بتاعي، ما هي الشمس موجوده. انا بحسن اقدر لا مش الزاويه، انا بتكلم دلوقتي خلي بالك. انا مش بتكلم على كفاءه المنظومه، المنظومه كلها بتطلع لي كام؟ دي ديبند عليها الميل ومش انا بتكلم على اللوح نفسه. لو حطيته في افضل ظروف اللي هي السؤال اللي كان هيسال عليه الراجل ده، بيقول لك ايه؟ هو بيطلع 170 في كل الحالات، قلت لك اقصى قدره او باور اقدر احصل عليها لو حط تحت لو دي 100 خط اللي هي ايه؟ وفرت له الظروف القياسيه، يعني الناس دول لما طلعوا ولقوا تمام ال 170 دي كان في ظروف اختبار. مش مهندس انت الكترونكس مثلا، مش بتقعد في المعمل وتجيب ثلاث اربع ايزيهات ودايد وتطلع من الاوسيلوسكوب وتعمل انجكت ومش عارف ايه وبتاع ده وتطلع نتائج. هل اللي انت عملته ده هيبقى 100% اقدر انفذه في الواقع وابيعه كجهاز؟ لا طبعا. مقاومه الاسلاك والنويز والمش عارف ايه والاقطار بتاعت الاسلاك وتكسير الجو ده كله بيغير في البارامترز. يعني هل اللوح اللي انا عملت له اختبار عن درجه حراره مثلا 25 هينفع اركبه في نفس درجه هركبه درجه حراره قصدي مثلا 45 ويدي نفس الكفاءه؟ راح قال لك لا، قال لك في اختبارات بتتم على اللوح عند ظروف بيسموها اس دي سي. اس دي سي في علم الالواح بيسموها ستاندرد تيست كونديشن. ستاندرد تيست كونديشن. ستاندرد تيست كونديشن. يبقى لو سالتك ايه كلمه اس دي سي اللي مكتوبه على اللوح دي هتقول لي عباره عن ايه؟ طب هي ايه الستاندرد تيست كونديشن؟ انت دي لازم تبقى انت عارفها حتى لو مش مكتوبه. الستاندرد تيست كونديشن بتقول ان انا بختبر السيل اللي هي الخليه الواحده اللي الدايود الواحد ده عند درجه حراره 25. طب لو السيل دي اختبرتها عند 30 يبقى خمس درجات زياده هيقللوا من الكفاءه او هيقللوا من الوات اللي هيطلع. يبقى انت كل ما بتختلف عن الستاندرد تيست كونديشن بتلاقي الباور مش بتطلع. يعني انت تقول لي انا جايب الوحده تطلع 170 وانت حاطه هنا بدرجه حراره 45 او 40 في الصيف، تقول لي يا عم ده اخره مطلع 100، خد اللوح بتاعك ده انا مش عارفه. بس انا قلت لك اختبار للوح في ظروف قياسيه، والله لو حطيت اللوح ده في نفس الظروف يقدر يطلع لك 170. لو الظروف دي قلت كل فاحنا نفس القصه، اللوح ده اقدر اوفر له السيل تمبريتشر او الاختبارات تمت عند درجه حراره 25 درجه، ودي من اهم المعاملات. المعامل الثاني انا بفترض ان انا حاطط اللوح ده بتوجيه معين عشان شايف ايدي كده جاي في الحته ولا انا ميلت كده ميلت كده شده الشعاع بتختلف. يبقى انا كل ما اكون الاشعه اللي طالعه دي جايه على ايدي وممتصه زي فكره الطبق او الدش بتاعنا، كل ما يكون متوجه صح والسيجنال جايه له في ال ان بي تمام مظبوطه باخد سيجنال مظبوطه، لو انحرف شويه يبقى هتلاقي السيجنال قل تمام. يبقى نفس القصه، انا بفترض ان انا حطيته بتوجيه معين بانجل معينه وكان شده الاشعاع الشمسي وده اللي احنا هناخده اللي هو بيسموها الريديانس
وحده قياسه الراديانس يا شباب بالوات على المتر المربع، عشان لما هنيجي نحول بقى من اشعاع شمسي لكهرباء بالوات لازم نضرب في المتر المربع، صح؟ انت دي وحده قياسها وات على المتر المربع. يبقى هضرب هنا متر مربع في الاريا واغير دي مع دي عشان تفضل الباور بالوات. يبقى اول معلومه تعرفها ان الراديانس او الاشعاع الشمسي بايه؟ بالوات على المتر المربع. الاشعاع انا بستفيد من الشمس بحاجتين، بستفيد بالاشعاع اللي هو الراديانس، وده لي حاجه بيسموها اطلس الخاص بالراديانس بيوضح لي كل مكان في العالم ان المكان ده شده الاشعاع عاليه ولا المكان ده شده الاشعاع اقل. ده من ناحيه الاشعاع الشمسي، وهنعرف يعني ايه اشعاع بالبلدي دلوقتي. وبستفيد من الشمس بحاجه ثانيه، الناس متخيله انك لا يا عم السعوديه دي مناسبه جدا لدرجه الحراره المولعه دي يبقى نستفيد بالشمس. غلط. ده بالعكس، درجه الحراره دي تمام بتعمل مشكله في الالواح الشمسيه. انت بتستفيد بالاشعاع الشمسي. تعال نفهم يعني ايه الفرق بين الاشعاع ودرجه الحراره. احنا طبعا بنستفيد بالحراره في حاجه بيسموها السخانات الشمسيه. عارف السخان الشمسي؟ نعاس او بيبقى ماتيريال معينه ليها القدره على امتصاص درجه الحراره وبتسخن ميه وبقدر اعمل بيها تسخين عام للمكان، السخانه الشمسيه. اما هنا بستفيد بالاشعاع زي اللمبه بتاعتك. تخيل انا جايب لمبه تمام، في لمبه لما انت تقعد تحتها كده انت هل حاسس بدرجه حراره نازله؟ في نوع من انواع اللمبات بيسموها لمبات الهالوجين او لمبات الصوديوم تمام. خلينا في لمبات الصوديوم. لمبات الصوديوم دي هي اللي مستخدمه في اناره الشوارع، في الاعمده الهاي ماست بيسموها، تلاقي معاه كشاف تمام صوديوم. ايه ميزه لمبات الصوديوم دي؟ ليها قدره على الانتشار في الضباب، يعني عارف انت العمود كده 30 متر وفوق لو انت استخدمت ليد على بال ما توصل الاشعه بتاعته من ال 30 متر تلاقي الاضاءه ضعفت. فهو بيستخدم النوع ده، ده مشكلته فين؟ ان هو بيسخن. يعني التمبريتشر درجه الحراره عاليه. فلو انا رحت جبت كشاف اخد ده صوديوم وحطيته فوقيك تحس ان انت قاعد تحت فرن يا اسطى. درجه حراره مش اشعاع. في فرق بين الكشاف بيطلع شعاع فبيديني اضاءه، ده هو الريديانس. وبين المكونات اللي مصنوع منها الكشاف بتطلع درجه حراره عاليه فبيديني هيت. يبقى الشمس انا بقسم اللي بيطلع من الشمس حاجتين، هيت تمام والريديانس. الاشعاع بستفيد منه في السولار تمام سيستم، اللي هو مين السولار سيستم؟ السولار بانل سيستم، الطاقه الشمسيه. والتاني الحراره بستفيد منه ايه؟ في السولار هيتر، السخانات الشمسيه. يبقى انا هنا مش بستفيد بمين؟ بدرجات الحراره، مش بستفيد بالهيت. بالعكس الهيت زي ما هنعرف في حاجه بيسموها الهيت كوفيشن بتقلل من كفاءه اللوح. طيب يبقى انت لو وفرت للراجل ده ظروف اختبارات قياسيه اس تي سي ستاندرد تيست كونديشن اللي هي مين؟ الاختبار يتم عند درجه حراره 25 والريديانس اللي هو الاشعاع يبقى 1000، وعملت توجيه بوضع معين واخترت افضل مكان احط فيه المحطه بتاعت الطاقه الشمسيه اصلا، بحيث يبقى الاشعه اللي طالعه دي تقدر تديني المتر المربع يديني 1000 واط. الحاله الثانيه بيسموها الاي ام تمام، او بيسموها الاير ماس. اي ام يا ريت تكتبها دي، اير ماس كتله الهواء، اير ماس. دي ديبند على ايه؟ الناس بقى اللي تدخل جغرافيا اكتر في ان ايه؟ الاشعه هي وجايه من الشمس بتخترق طبقات الجو بتاعتنا، بيبقى في طبقات فيها غيم غيوم، في طبقات مش عارف فيها ايه، فراحوا عملوا كده ايه؟ اوضاع لكتله الهواء. في اماكن معينه مثلا على خط الاستواء تلاقي كتله الهواء قليله جدا، في اماكن ثانيه تلاقي كتله الهواء عاليه. فبالتالي قسموا الاي ام ده او الاير ماس، يقول لك الاير ماس 1 1.5، ده ديبند على طبقات الجو هنشوفها في الشرح. فايه الظروف القياسيه اللي انا عايزك تحفظها من دلوقتي؟ ان اللوح ده يقدر يديني 170 واط اندر مين؟ اندر التيست كونديشن او الستاندرد تيست كونديشن، اللي هم ثلاث حاجات اللي هم ايه نحفظهم مع بعض؟ درجه الحراره عند 25، ها الريديانس او الاشعاع عند 1000 وات على المتر المربع، احفظ وحده القياس. بعد كده الاير ماس اللي هي كتله الهواء ب1.5. لو انت حطيت اللوح تحت الظروف دي يدي لك ال 170. لو اي واحد من دول اختلف مش هيدي لك ال 170، يبقى انت زي ما قلنا ال 170 تكتب اقصى قدره يمكن الحصول عليها
من هذا اللوح مقدارها 170 واط. ولذلك هو كتب لك الباور بي ام بي. بي ام بي معناها ايه؟ الباور ماكسيمم بيك. ماكسيمم بيك اعلى قدره اقدر احصل عليها. ممتاز ممتاز جدا. دي سهله، اعتقد موضوع الباور ده سهل. تعالى قبل ما ندخل على باقي المعاملات اللي انا شرحهم لك بالتفصيل، ناخد كده ايه وقت من الزمن، وانا هسيبكم هسالكم في الرسمه دي. ده اهم كيرف في الالواح الشمسيه اسمه الاي في كيرف. عايزك تقول لي اي ملاحظات غير ان انا كاتب اسمي على اللوح يعني، تمام؟ قول لي اي ملاحظات. ده اهم، اكتبها كده، اهم معلومه تدور عليها في اللوح الشمسي حاجه بيسموها الكرنت فولتج او الاي في كيرف. بتعرف خصائص اللوح كله، كل حاجه عايز تعرفها من خلال الاي في كيرف. اقصى نقطه عند نفسها الباس بامبي. قول لي كده المحاور كم محور؟ خلينا ناخد دايما اي رسمه كده جراف، بص على المحاور. يعني فاكر انت لما كنا بنرسم الامبليتود والفريكونسي امس؟ فانت شفت ايه العلاقه بين الزمن والقيمه مثلا، الفولت او التيار. بعد كده شفت العلاقه بين التردد والتيار مثلا. فبص على المحاور اول حاجه عشان تعرف انت بتدرس بين مين ومين. بين فولت والامبير. بدرس بين فولت اللي هو ده من 0 ل 25 مثلا، والامبير. وبين الامبير. لحد 3 امبير مثلا. حلو. الفولت عند القيمة الكبرى المعينة يبدأ يقل. امبير يقل. ناخذ القيمة. في عندي كم تيار هنا وكم جهد؟ 2 ايه؟ 2 فولت 2 كرنت، صح كده؟ ممتاز. ايه هما بقى التيارين؟ ولذلك انا دايما بقول لك يا شباب في خمس معاملات مهمين جدا في اي لوح شمسي. واحدة اللي هي بتاعت الباور احنا حكينا عنها، أقصى قدرة يمكن الحصول عليها. بعد كده في اربع حاجات، في منهم اتنين تيار واتنين جهد. لو انت فهمت دول على البركه، خلاص خلصت الكورس. لانك لو فهمت دول هتقدر تعمل ماتشنج بينهم وبين الانفرتر وبينهم وبين البطاريات، بس لازم تبقى فاهم خصائص الالواح. يبقى اي لوح، اي لوح عليه اهم هو عليه كذا حاجه، بس اهم خمس حاجات تدور عليهم في اللوح. اكتبها دي، اهم خمس معاملات. اهم خمس معاملات في اي لوح شمسي، رقم واحد القدره اللي هي الباور. اهم خمس، لا مش هكتب، مش قادر اكتب انت، تمام؟ اهم خمس معاملات في اي لوح شمسي، رقم واحد القدره المنتجه اللي هي مين؟ البي ام بي. احفظ كده بالنص، بي يعني باور، ام بي معناها ماكسيمم بيك، اقصى قيمه. والاربع حاجات الباقيين، اول حاجه القدره، اقصى قدره يمكن الحصول عليها من هذا اللوح اللي هي المعامل رقم واحد. وده من اهم الحاجات، اهم يعتبر بارامتر في خصائص اللوح، اقدر اللوح ده اطلع منه باور كام. بعد كده في اربع حاجات، الاربع حاجات دول اللي هم ايه؟ تيارين وجهدين. اتنين كرنت واتنين فولتج. لو فهمت التيارين دول ايه؟ والجهدين دول ايه وعلاقتهم ببعض، انت كده ممتاز. وده هيبقى ترند على الكيرف ده. يبقى لو سالتك النهارده في اخر اليوم كده على الساعه 1 بالليل مثلا ولا 12، ايه اهم خمس معاملات؟ هتقول لي الباور وتيارين وجهدين. عايزين نعرف ايه هم التيارين وهم مكتوبين قدام وايه الفرق بينهم. اي حد يقول انا عايز اشغل الناس معايا. اي شورت سيركت. ايوه، اول تيار عندي اي شورت سيركت، وفي تيار تاني اي ماكسيمم كارنت. طب ايه الفرق بين الماكسيمم كارنت ماكسيمم كارنت ماكسيمم كارنت؟ انا هنا على الكارنت صح؟ لو انا من النقطه دي مشيت هنا في تيار اسمه اي ام بي. اي ام بي اي ماكسيمم باور اسمه ايه ده؟ اهو احفظ معايا. في كرنت اسمه فين؟ فين كرنت؟ ثالث اهو ده، ثالث.
الكرنت ات بي ماكسيمم. هدي حل المشكله شويه. اي ام بي اي اي يعني تيار اقصى قدره. حليت المشكله، انا المفروض تعرف تجاوب. يبقى هنا اللي فوق ده تيار شورت سيركت. اهدى معايا، عندي تيارين اللي هما ايه؟ رقم واحد الاي اس سي. اي اس سي تيار الشورت سيركت. يعني ايه شورت سيركت؟ زي ما خدنا امس بيسموه تيار القصر. لو حصل شادو وبالتالي هيحصل قصر، او حصل ان مثلا اي سلكتين الاثنين مثلا بتوع البطاريه البوزيتيف والنيجاتيف حصل قفله بينهم، او لو انت رحت جبت السلكتين دول ورحت ملمسهم في بعض اللاين والنيوترال، تمام؟ دي بيسموها قصر. القصر بالعربي او الشورت سيركت دي معناها حصل قفله بين الحاجتين دول، يعني انت لمست سلك كهرباء فرد حيه مع فرد نيوترال، تمام؟ ده اسمه قصر. ان احنا عارفين ايه الفيزيكال مينينج بتاع الشورت سيركت. يعني مثلا لو انت مش مهندس كهرباء في الموقع وجبت مثلا حفار بيحفر في الارض، فجاه كده راح الحفار ده دخل فيه كابل ميديا، تمام، في الارض او لو ورحت داخل بالحفار قطعت الكابل، ايه اللي حصل؟ الكابل ده جواه اللي واحد اللي اثنين اللي ثلاثه لو 3 فيز ونيوترال. لما انت قطعت كده انت لمست فيزا مع فيزا، صح؟ او فيزا مع نيوترال، كده انت عملت شورت سيركت، عملت قفله، تمام؟ يبقى كلمة شورت سيركت يعني انت لمست سلكتين كهرباء مع كهرباء او كهرباء مع نيوترال، ده اللي هو الفيزيكال مينينج بتاع الشورت سيركت. لان الناس بتوع باور بيقعدوا ليل نهار يدرس الشورت سيركت كالكوليشن ويقعد يحسبها على مستوى اللوحه وعلى مستوى الترانسفورمر وهو بالاخر مش عارف ايه تطبيقها اصلا، تمام؟ يبقى في عندي تيارين، التيار الاولاني اسمه اي اس سي، اي شورت سيركت، ده اقصى تيار يمكن حدوثه في حالات القصر. يبقى انت اكتب الكلمتين دول، التيارين، التيار الاولاني اسمه ايه؟ اي اس سي، اي اس سي اختصار مين؟ اي شورت سيركت، ده اقصى تيار يمكن حدوثه في حاله القصر. اقصى تيار يمكن حدوثه في حالات القصر او شورت سيركت اسمه اي شورت سيركت. مين التيار الثاني يا شباب؟ اسمه اي ام بي، احفظ الكلام عشان الكلام ده هتلاقيه في اي لوح في اي داتا شيت. اي ام بي، اي ماكسيمم بوينت، اي ماكسيمم بوينت. يبقى دول التيارين. طيب في حالة الجهود بيبقى في عندي جهدين، اقصى جهد ممكن احصل عليه في اي دايره اللي هو ايه؟ جهد الدايره المفتوحه، يعني مفيش حمل. مش انت لو جيت قست هنا دايما الناس بيجي ايه؟ يقيس بين الطرفين بتوع السدر يلاقيها 220، انت قايس كده بدون حمل، ما انت مش محمل، انت مركب الهافو نو لود، ده اقصى جهد ممكن تحصل عليه من السوكت دي. اما لو انت موصل حمل وبتقيس على نفس النقطتين هتلاقي الجهد اقل، صح؟ يبقى اقصى جهد، اقصى جهد يمكن الحصول عليه في الدايره اسمه في اوبن سيركت، اهي في او سي معناها اوبن سيركت. يبقى اقصى تيار اسمه ايه؟ اي شورت سيركت. اقصى جهد اسمه ايه؟ في حالة التيار بيبقى شورت يعني متوصل، في حالة الفولت بيبقى اوبن. طب هنا في جهد، اهو الجهد ده بيسموه في ام بي، في ام بي الماكسيمم بوينت، جهد اقصى نقطة. وهنعرف دلوقتي ايه قصة اقصى نقطة دي. ايه شغلانتنا احنا في موضوع الريسيفر الطبق بتاع الدش؟ الطبق بتاع الدش يا مهندس سامح والمهندس سامح صحح لي الكلام ده مش مظبوط. احنا بنوجهه بناء على اتجاه القمر الصناعي. صح؟ انا هدفي دلوقتي ابقى ايه؟ ابقى ماشي شايف الفتحة بتاعت العدسة دي؟ لو تخيل الداتا شو ده او البروجيكتور ده بيلف عشان انا اظهر في الصوره دي وابقى سالب، تمام؟ ابقى حته منها، مش لازم لو هو لف انا الف معاه بنفس المستوى. طب لو هو لف بسرعه وانا لفيت بسرعه مش هنبقى مع بعض. يعني دلوقتي احنا عارفين الارض بتلف، صح؟ الارض بتلف حوالين نفسها وحوالين الشمس. انا دلوقتي بثبت الطبق، اسال نفسك زي ما احنا كنا ايه قاعدين نسال نفسنا امبارح في حاجات كده ذكيه. يعني لو انا حطيت الطبق وهو باصص على القمر الصناعي، المفروض يتحرك، يبقى القمر الصناعي بيتحرك بنفس سرعه الارض ولا مختلف عنها؟ بنفس سرعه الارض، صح؟ عشان يبقى دايما الطبق في وش مين؟ في وش القمر، عشان ياخد اقصى استفاده من السيجنال. لو ده اتحرك تلاقي انت مثلا الصبح باصص كده
تلاقي القمر الصناعي في حته ثانيه، فانت مش مواجه ليه، فمش بتاخد سيجنال. تمام؟ فاحنا بنمثلها كان عندي مصدر شمس اهو، وده ترانسميتر وده ريسيفر، لازم الترانسميتر والريسيفر يكونوا ماشيين مع بعض بنفس السرعه. حلو كده؟ طب انت مشكلتك فين في القصه دي؟ ليه بتحكي لنا بتاعت الريسيفر؟ عشان في معلومه مهمه جدا في الالواح الشمسيه، وهي اساس الشغلانه بتاعتنا اصلا في الطاقه الشمسيه. حاجه بيسموها الماكسيمم باور بوينت. في الشغل بتاعنا عايزين نوصل لحاجه بيسموها ام بي بي تي، دي اهم كلمه في الطاقه الشمسيه. اللي بيتصنع بناء عليها اللوح، وبيتصنع بناء عليها الجردل. المهم ان انا استفيد منه اكبر حاجه، اكبر قدر من الاستفاده. بنعملها ازاي دي؟ بحاجه بيسموها تراكنج. يعني ايه تراكنج؟ تتبع. يعني انا شفت القمر الصناعي بيلف كده، هلف وراه عشان اخد السيجنال. انا عايز منه ايه؟ انا عايز السيجنال. فانا عايز الكيرف ده بيطلع فيه باور. ركز معايا عشان دي اهم نقطه في الشرح بتاع الكورس. وناس كتيره جدا مهندسين بقعد معاهم مش فاهم الحته دي. ركز معايا، سيبك من الكتابه ولا اي حاجه بتعملها. انا عايز اعمل جهاز تتبع يقدر يشوف فين افضل نقطه اقدر استفيد بالباور منها. طب هل النقطه دي ثابته؟ ما لو هي ثابته ما كناش عملنا تتبع. بتتبع بتراكنج، انا عايز اعمل ايه؟ عايز امشي على الكيرف ده. هو انا همشي على الكيرف ده لو انا خدت، ركز معايا في الحته دي يا باشمهندس، لو انا خدت النقطه، انا مشكلتي كلها في النقطه الحمراء. مشكله كل الناس اللي بتشتغل في منظومات الطاقه الشمسيه وفي الكهرباء في ان هو يعمل نظام تتبع يشوف ايه اكبر استفاده من هذا النظام. وفي كل لحظه انا في كل لحظه بدون انا ماشي هنا، بس انا عايزك تبقى ذكي فين؟ في اختيار انسب نقطه على الكيرف. هتقول لي ده حل. ده حل. مش النقطه دي تدي لك بار؟ اي نقطه لو انت مشيت كده هتنزل تدي لك جهد، تمشي كده تدي لك تيار، تضرب الجهد في التيار هتلاقيه رقم، صح؟ طلع مثلا 5 وات. طب لما تيجي تمشي هنا جهد تيار جهد تيار جهد تيار جهد تيار جهد تيار جهد تيار جهد تيار، يبقى في عندك عدد لا نهائي. هو ده الناس مش فاهماه. يقول لك امال الناس بتوع التراكنج، لا ده موضوع التراكنج ده صعب، رسائل كتيره جدا بتتعمل على موضوع التراكنج بس. الناس كلها بتعمل موضوع التراكنج ده في رسائل ماجستير ودكتوراه، لان انت لو عملت بص كل ما هتعمل تحسين حتى لو صغير في حته التراكنج تمام؟ هتحسن من اداء الكهرباء. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي كده كده انا دفعت فلوس وعملت منظومه طاقه شمسيه. وهي بتولد كهرباء، بس المشكله مش فيها. المشكله مش يعني المشكله فيا انا مش عارف استفيد اكبر استفاده منها. فهيبقى الانفرتر بتاعي، ولذلك بيسموا الانفرتر ام بي بي تي ماكسيمم باور بوينت تراكنج. لازم الانفرتر اهم شرط فيه يحقق خاصيه الام بي بي تي، ان هو بالبلدي كده الانفرتر هو الراجل اللي بيستغل ابن عمه. مين ابن عمه؟ الالواح. الانفرتر شغلانته وظيفته على النقطه الحمراء دي. والله الراجل كانت الماكسيمم باور بوينت هنا ينقل وياخد اكبر استفاده في اللحظه دي، كانت الماكسيمم باور بوينت هنا يروح اوتوماتيك وياخد اللحظه دي وياخد. يبقى انت بتستفيد اكبر باور لحظيا، وحط تحت كلمه لحظيا 100,000 نقطه. 100,000 نقطه. الانفرتر بيعمل ايه؟ بيعمل تراكنج لحظي ثانيه بثانيه. اقدر استفيد من اللوح الشمسي بالوضع ده بالانستليشن بالفلاني، اقدر اطلع اكبر باور. لان انت لو بتطلع 1000 وات وانت في الاخر مش عامل تراكنج بتستفيد ب 200، يبقى ايه لازمه المحطه؟ لو انت بتطلع 1000 ليه؟ لان ده حاجه بيسموها، دي رساله الدكتوراه بتاعتي، في حاجه بيسموها الانسرتينيتي. الناس كانت بتعمل ايه في الشغل في الفترات اللي فاتت لحد اخر تقريبا 7 8 سنين؟ كانوا بيعتبروا الاشعاع الشمسي ثابت كونستنت، ويحط قيمه الاشعاع مثلا 700 800 1000، ويعتبر الباور اللي بتطلع كونستنت. ده في الريال غلط. هل الشعاع الشمسي اللي بيطلع يا باشمهندس الساعه 6 الصبح زي الشعاع اللي بيطلع 6 وربع 6 ونص 7 8 9 10
مش احنا بنقول كيرف بيزيد بيوصل لحد البيك الاشعاع في الظهر وبعد كده بينزل. يبقى انا عايز اعمل تراكنج. ولذلك الحته دي وهي دي اهم جزئيه يمكن انا اشتغلت عليها حاجه بيسموها الانسرتينيتي. انسرتينيتي يعني عدم الموثوقيه او اللا موثوقيه. يعني ايه؟ يعني انا عايز ادي لك حاجه مرتبطه بالريال تايم. يعني لو المحطه دلوقتي بتطلع 500 وات انا قاري المحطه دي 500 بعديها بربع ساعه بقت 502 هقول لك 502. لا واحد يقول لك ايه كونس محطه بتطلع 500 على طول النهار غلط. هل الريديان ثابت على طول اليوم؟ غلط. هل اللود اللي انت بتحملها خلينا في الشبكه بعيدا عن البتاع ده بعيدا عن الطاقه الشمسيه، هل الاحمال اللي انت بتحملها في بيتك ثابته يوميا؟ غلط. ما انت دلوقتي مشغل التكييف بعدها بربع ساعه طالع من الغرفه سكرت التكييف، شغلت الاناره، شغلت مش عارف السوكت، قفلت مش عارف في انسرتينيتي. فانت بتدرس الانسرتينيتي للود وللسورس وتبدا تدخل بقى ايه؟ في عمليات رياضيه ان انت تطلع بافضل وضع. اكبر استغلال زي ما بيسموها هنا في الطاقه الشمسيه، اقصى استفاده من النقطه دي. هل النقطه فيكسد؟ لا. النقطه بتتغير من لحظه للحظه، لان لو الموضوع كان فيكسد والناس بتحط في قراءاتها زي زمان، انا والله استخدم مثلا الوات اللي بيطلع 500 وات، غلط. ومره يبقى 500 510 420 وهكذا، وكل لحظه بيتغير. وانت كمان ما تقدرش تعمل في بعض الاحمال ما بتقدرش تعمل البيهيفير او السلوك بتاع الحمل نفسه ماشي ازاي. يعني احنا في الكليات هنا بنعمل سلوك للود. بتيجي تشغل الصبح كله بيشتغل، احنا اللي بنشغله من عندنا من البي ام اس. الساعه 5 بنفصل، كل الكليات بتفصل. الا حالات الطوارئ اللي انت بتعملها في البي ام اس انت تروح تشغل من السويتش بره. تمام؟ ولذلك احنا في عندنا مشكله موضوع الترانزيانت ان احنا بنفصل كل الناس مره واحده، دي بتاثر في الشبكه. وهي دي مشاكل الانتجريشن. مشاكل ربط محطات، وده اهم موضوع شغال. بص هو الترند في العالم كله دلوقتي. الناس بتعمل محطه طاقه شمسيه وعايزه توصلها لشركه الكهرباء. ايه المشاكل اللي بتحصل في الربط؟ النقطه دي بفلوس كتيره جدا، بس اللي يعرف يستغل الابحاث في تطبيق عملي. تمام؟